يقول: ما هي عقيدة السلف في الأسباب وكيف يكون تأثيرها؟ عقيدة السلف رحمهم الله تعالى في الأسباب أنهم يثبتون الأسباب، وأن الأسباب جاءت الشريعة بالحث عليها والترغيب على فعلها، فعل الأسباب النافعة المفيدة في أمر الدين والدنيا، وأيضا تجنب الأسباب الضارة والأسباب المحرمة، فالشريعة جاءت بذلك وحثت عليه. وحديث الباب أو حديث الذي مر معنا اليوم واضح في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك، وهذا فيه إثبات الأسباب والحرص عليها والعناية بها. وأيضا في الوقت نفسه من عقيدتهم أن الأسباب لا يعتمد عليها، لا يعتمد عليها ولا يركن الإنسان بقلبه إليها، بل يكون اعتماده على مسبب الأسباب، رب العالمين جل وعلا الذي بيد أزمة الأمور. وهذا أيضا مستفاد من الحديث، قال: واستعن بالله، واستعن بالله، فلا تعطل الأسباب، هذا خطأ، ولا يعتمد على الأسباب أيضا، هذا خطأ آخر. والحق قوام بين ذلك، الحق قوام بين ذلك، أن تفعل السبب وتتوكل على الله سبحانه وتعالى.